تحركنا عم بيجربوا كل مرة يلبسوه لبس سياسي، بس يوصفوه بالسياسي. نحن كل شيء عم نعمله هو ردة فعل، ردة فعل على جريمة سرقة جنى عمرنا وسرقة وديعنا. ما حدا يقعد ينظر علينا، نحن ما بلشنا من 3-4 سنين وحركتنا عم تاخد منحة تصاعدي وما رح توقف اليوم ورح تستمر، وكل ما قدمنا لقدام وكل ما هن تمادوا بسرقة وديعنا وبتدويب الودايع وبعدم الاكتراث وممارسة سياسة التطنيش تجاه المودعين، نحن ما رح نوقف لا استرجاع ودايعنا. واذا بده يكون بالاخر الموضوع ودايعنا طارت، نحن كمان ما رح نوقف، رح نضلنا وراهم لننتقم، لننتقم، رح تصير نزلاتنا نزلات انتقامية. الحل بسيط وسهل على مستوى مجلس النواب، منيح هو اللي بيقر القوانين وبيعمل مشاريع. اول شيء بدنا مشروع قانون، مشروع قانون يضمن إعادة الودائع، يعني يضمن الدفع، مش يضمن الودائع. الودائع حق مشروع لقلنا مضموني بالدستور. نحنا ما رح نقبل لا ينشط بودائعنا ولا نتنازل عن ودائعنا، لا هلا ولا بعد 100 سنة. كل ما قدرنا جمعنا بعضنا رح ننزل ورح نضغط ورح نضل نضرب ورح نروح على المصارف ورح نروح على مجلس النواب ورح نروح على مجلس الوزراء ورح نروح على كل المحلات وعلى مصرف لبنان. على مصرف لبنان جاييكم بعد التعميم 165 له حصته يعني. فرح نضل نضغط بكل ما أوتينا من قدرة وقوة.